أما إدوارد فهو ما اكتفى بالبوست اللي ودع من خلال الإعلامي مفيد فوزي اللي رحل على عمر 89 عام، فهو كان في مقدمة الوصلين للعزاء اللي أقيم للراحل في القاهرة، والمزيد في خبرنا في الإنسايد تيك. يعني الإعلامي الكبير مفيد فوزي كان غالي جدا عندي يعني. فالراحل اللي ابتدى مسيرته المهنية عام 1957 دعم الكثير من النجوم في بداياتهم، وفي رحيله الكثير حرص على التواجد إلى جانب عائلته، فشفنا يحيى الفخراني، نبيل عبيد، وإلهام شاهين. ومن النجوم اللي ما غابوا عن تقديم واجب العزاء هاني سلامة، أكرم حسني، ولقاء سويدان. كان قيمة وقامة كبيرة جدا جدا ولن يتعوض، وكان يعني بيهتم بالصغير والكبير يعني مش عارف اقول ايه والله يعني، بس هو كان راجل رائع وهايل. وضمن المعزين ايضا شفنا رامي رضوان وزوجته دنيا سمير غانم، محمود قابيل، ووفاء عامر. عاصر مجموعه وكان علامه، كان بيفهم في كل حاجه، وكلم في السياسه، محب لمصر. يعني مفيد فوزي يعني ما فيش محاور وقدر يوصل لمستواه الفكري والثقافي وهو بيحاور يعني بصراحة. والتأثر كان واضح على رانيا محمود ياسين اللي تعتبر مفيد بمثابة والدها الثاني. طبعا يعني احنا انا النهاردة بعزي في ابويا يعني الثاني الحقيقة، استاذ مفيد كان اب بالنسبة لي، وانا متربيين انا وحنان مع بعض في بيت واحد، فبعزي مصر وكل طبعا الصحافة والاعلام المصري، لان فقدنا هرم من اهرامات الاعلام في مصر، والبقاء لله، ويا رب يرحمه يا رب برحمته. وهالتأثر أثر لمسنا أيضا بالكلام اللي توجه فيه هاني رمزي لابنة الراحل حنان مفيد فوزي. ربنا معاها ويقويها ويصبرها ويصبر كل محبينه يعني. ومن بين المحبين طبعا زملاء الراحل الإعلاميين، ونحن التقينا بمحمد الباز وأحمد مسلماني. مفيد فوزي كان إعلامي كبير واسم كبير ومحاور كبير وشخصية متميزة، وربطتني بيه صداقة طويلة، ومن الحكائين الكبار، افتقدنا حكاء كبير وتاريخ عظيم، ندعو الله له بالرحمة وخلص العزاء لحنان مفيد فوزي ولكل محبي ومريدي. الراجل ده صاحب مدرسة كبيرة جدا وصاحب فضل كبير جدا على كل اللي اشتغل في الإعلام في العقود الأخيرة، سواء بتوجيه نصح مباشر، بدعم شخصي. الأستاذ مفيد يمكن ناس كتير كان بيظلموه بسبب الأداء بتاعه على الشاشة، محاور شرس، لكن يعني فاكر مرة وقال لي ناس كتيرة بتظلمني ويقولوا ان انا صاخب، لكن هو كان راجل ودود جدا وهادي جدا، وكان استاذ ومعلم واب بشكل حقيقي. والراحل ترك اثر كبير ايضا عن طارق علام. استاذ مفيد فوزي وهو كان قيمة وقامة وشكل غير مسبوق في الاعلام، الاعلام الخدمي الجماهيري، محدش ينسى موسيقى حديث المدينة ولا تصدي مشكلات الناس، ففقدنا جزء كبير قوي، وأرجو أن كليات الإعلام تدرس مثل هذه المدارس الإعلامية الجماهيرية. ومن بين اللي تعلموا أمور كثيرة من الراحل الكاتبة فاطمة نعوت. تعلمنا منه إن إحنا ما نخافش، تعلمنا منه حاجات كتير جدا جدا، يعني 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 كل صحفي في مصر يتعلم من مفيد فوزي وجرأته في التعامل مع الأمور، وطنيته الشديدة جدا جدا، وتعامله مع الإشكالات الكبرى بجسارة وبدون مواءمات. الله يرحمه، الله يرحمه.